بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنراجع مع بعض 100 سؤال في دراسات الصف الرابع الابتدائي. اول سؤال بيقول حصر عدد السكان. طبعا احنا قلنا التعداد السكاني، ومصر بتقوم باجراء التعداد السكاني كل كام سنه؟ 10 سنوات. برافو يا ملك. الجهه المسؤوله عن التعداد السكاني اسمها ايه؟ جهاز مركز التعبئه العامه. ايوه برافو، جهاز مركز التعبئه العامه والاحصاء. الشاشه بقى اللي موجوده فوق اسمها الساعه السكانيه. يبقى الساعه السكانيه دي بتظهر باستمرار، انما التعداد السكاني بيظهر كل 10 سنوات. اقل محافظات مصر سكانا ايه؟ جنوب سيناء. برافو يا مية، جنوب سيناء. وده ليه بقى؟ بسبب ايه؟ بسبب صعوبه السطح وقله المياه وندره موارد المياه. اكثرها سكانا بقى محافظتين اتنين، ها؟ بورسعيد. لا 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 لا، اكثرها القاهره والجيزه. القاهره والجيزه، يبقى اقلها سكانا جنوب سيناء واكثرها سكانا القاهره والجيزه. طيب عندنا كمان السكان اللي بيعيشوا في المدن اسمهم الحضر، والسكان اللي بيعيشوا في القرى اسمهم الريف، والسكان اللي بيعيشوا في الصحراء يبقى الايه؟ البلد. يبقى تاني الحضر، يبقى السكان اللي بيعيشوا في المدن اسمهم الحضر، والسكان اللي بيعيشوا في الريف اسمهم في القرى اسمهم الريف، والسكان اللي بيعيشوا في الصحراء اسمهم سكان البلد. عندنا المحافظات الحضريه 4 محافظات، القاهره واسكندريه وبورسعيد والسويس. القاهره واسكندريه وبورسعيد والسويس. طب تنظيم السكان ده او تنظيم الاسره بيساعد على تقليل ولا زياده عدد السكان؟ طبعا تقليل عدد السكان. استمر يا حمزه، استمر التعداد السكاني في عصر الدوله الاسلاميه لمده كام شهر؟ 6 شهور. 6 اشهر. النشاط الاقتصادي الرئيسي لسكان البدو ايه؟ الرعي ولا الزراعه يا نوجي؟ الرعي. برافو عليك. النشاط الرئيسي للسكان الحضر او نشاط سكان الحضر بيبقى طبعا الصناعه والسياحه والتجاره، انما سكان الريف الزراعه، سكان البدو بقى الايه؟ الرعي. طب يتوزع السكان في محافظات مصر يا سلمى بالتساوي؟ ده صح ولا غلط؟ غلط طبعا. سكان مصر يتوزعون بالتساوي على محافظات مصر؟ طبعا الكلام ده غلط. الافراد اللي بيعملوا بالخدمات الصناعيه والتجاريه اسمهم الحضر ولا الريف؟ ها؟ ايوه يا سندي، الحضر يا ساده. احدى مبادرات الدوله لحل مشكلات الريف مبادره اسمها 100 مليون، صح ولا حاجه كريمه؟ اسمها تسبب هجرة السكان الريف إلى المدن، الريف للمدن، اسمها حاجة اسمها العشوائيات، ظهور العشوائيات، يبقى ظهور العشوائيات نتيجة هجرة سكان الريف إلى المدن، ترجع الزيادة السكانية إلى الزواج الإيه؟ المبكر وكثرة الإيه؟ الإنتاج. يعاني سكان الريف من انخفاض مستوى المعيشة نتيجة نقص الإيه؟ الخدمات. لا لا، نقص الإيه؟ لا، انخفاض مستوى المعيشة نتيجة نقص الإيه؟ نقص فرص العمل. عشان ما فيش فرص عمل يبقى في انخفاض مستوى المعيشه. عيد السياحه في واحد سيوه ده عيد حصاد حاجتين اتنين، التمور والزيتون. اللغه اللي بيتحدث بها اهل سيوه اسمها اللغه الامازيغيه، اللغه الامازيغيه. انما اللغه اللي لعبت دور مهم يا محمد في حرب اكتوبر اللغه الايه؟ اللغه النوبيه. الفنون الشعبيه في محافظات القناه رقصة الايه يا سندي؟ البنبوطية الفلكلورية الشعبية، اسمها البنبوطية الفلكلورية الشعبية، وتشتهر هذه الرقصة باستخدام آلة الايه كمان؟ الرماحة. لا لا، السمسمية. يشتهر سكان الصعيد بحاجة اسمها السيرة الهلالية التي تعزف على آلة الربابة. السيرة الهلالية على آلة الربابة. متحف السيرة الهلالية ده موجود في محافظة قنا يا أولاد. متحف السيرة الهلالية موجود في قنا. احد الفنون الشعبيه الترفيهيه في الصعيد حاجه اسمها فن الايه؟ التحطيب. يوجد فن التحطيب على حائط معبد الكرنك لما كان الاله حورس بيدرب او بيعلم الملك امنحوتب الثالث فن الايه؟ التحطيب. احتفل المصريون القدماء باعياد ما زلنا نحتفل بها حتى الان. زي ايه؟ ها؟ شم النسيم. شم النسيم. عندنا كمان رياضه تراثيه تشتهر بها سكان او يشتهر بها سكان سيناء اسمها رياضه الايه؟ سباق الهدف. برافو عليك يا حمزه. فن مصري ادرجه اليونسكو على قائمه التراث العالمي، طبعا هو فن الايه؟ التحطيب. مدن القناه 3 مدن، السويس والاسماعيليه وبورسعيد. هي على الخريطه كده يا حبايبي، على الخريطه بالترتيب كده، السويس وبعد كده الاسماعيليه وبعد كده في الاخر خالص بورسعيد فوق. اهم المشكلات التي تعيق التنميه الاميه، الأمية والبطالة والفقر، الثلاث حاجات دول، الأمية والبطالة والفقر. الأمية نوعين اتنين، أمية اسمها هجائية وأمية معلوماتية. هجائية ومعلوماتية. الأمية الهجائية اللي هي عدم معرفة القراءة والكتابة، إنما الأمية المعلوماتية هي عدم استخدام أو عدم معرفة استخدام الأجهزة التكنولوجية مثل الكمبيوتر أو الحاسب الآلي. المحافظات الأقل أمية 3 محافظات، البحر الأحمر وبورسعيد والوادي الجديد.
انما المحافظات الاكثر اميه اللي فيها اميه كتير اللي هي المنيا وبني سويف. المنيا الاول بعد كده بني سويف. الاشخاص في سن العمل ولا يعملون يا محمد اللي هم مين؟ اسمهم البطاله. اسمها البطاله. اول جامعه في التاريخ حد عارفها؟ جامعه ايه؟ اون. برافو يا رحيم. جامعه اون. وكتب المصريون على ورق البرج باللغه اللي هي هيروغليفيه تؤدي مشكلات الاميه والفقر والبطاله الى ارتفاع معدل ايه؟ ها؟ الجريمة. معدل ايه؟ برافو عليك، برافو عليك. معدل الجريمه. شاطر يا رهف. يبقى تؤدي مشكلات الاميه والبطاله والفقر الى ارتفاع معدل الجريمه. طالما في اميه وفي بطاله وفي فقر الجريمه معدلها هيرتفع. اعتبرت اليونسكو يوم 8 سبتمبر من كل عام يوما دوليا لمحو الاميه. ده صح ولا خطا؟ طبعا الكلام ده صح. تقل نسبه الاميه في الريف عن الايه؟ الحضر. وترتفع نسبه الاميه بين الاناث عن الايه؟ الذكور. تتمثل السلطه التشريعيه في مجلسين اتنين، حد عارفهم؟ مجلس ايه؟ النواب والشيوخ. برافو عليك، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. طب عندنا مين اللي بيقوم بتمثيل مصر محليا ودوليا؟ الرئيس الجمهوري. مين اللي بيحفظ الامن داخل المحافظه؟ المحافظ. انما اللي بيحفظ الامن داخل الدوله؟ رئيس الجمهوريه. اول ما يجي لك في الامتحان كلمه الدوله يبقى رئيس الجمهوريه، اول ما يجي لك المحافظه يبقى المحافظ. عندنا كمان يتولى رئيس الجمهوريه الرئاسه عن طريق الانتخاب ولا التعيين؟ الانتخاب. تشترك الحكومه مع رئيس الجمهوريه في وضع الخطه العامه للدوله، صح. السلطه القضائيه بتمثلها المحاكم الايه؟ المختلفه. تتكون السلطه التنفيذيه من رئيس الجمهوريه والحكومه ومين؟ المحافظين. المجلس الذي يساعد المحافظ في اداره شؤون المحافظه اسمه المجلس المحلي. يا رحيم. المجلس المحلي. المسؤول عن سن القوانين واستجواب الوزراء مجلس اسمه مجلس النواب. اللي بيقابل منصب رئيس الجمهورية زمان في مصر القديمة اسمه الملك. الملك زمان هو رئيس الجمهورية دلوقتي. مشكلة الأمية من المشكلات الاجتماعية. ينقسم التراث إلى نوعين اثنين، تراث ثقافي وتراث طبيعي. من التراث الثقافي قلعة اسمها قلعة طابة، قلعة مدينة طابة، وسور اسمه سور مجرى العيون اللي هو كان بيوصل المية لقلعة محمد علي وقلعة صلاح الدين. من التراث الطبيعي محمية وادي محمد ووادي الحيتان. تم انشاء قلعة صلاح الدين في مدينة طابة لتأمين خليج العقبة والبحر الأحمر. توجد محمية الغمر المتعجلة في أقرب في حي ايه؟ المعادي. برافو عليك، في حي المعادي. توجد محمية رأس محمد في محافظة ايه؟ محافظة ايه؟ جنوب سيناء. جنوب سيناء. لا عيب كده، جنوب سيناء. حد عمين جنوب سيناء. محمية ايه؟ احنا قلنا ايه؟ محمية رأس محمد في جنوب سيناء. شيد صلاح الدين قلعته في جنوب سيناء على جزيرة اسمها جزيرة ايه؟ جزيرة ايه؟ فرعون. جزيرة فرعون. خلي بالك انت عندك ثلاث جزر معروفين في الكتاب. جزيرة فرعون اللي هي موجود فيها قلعة صلاح الدين في طابة، وجزيرة الزمالك اللي موجود فيها برج القاهرة، وفي جزيرة تانية اللي موجود عليها معبد إيزيس اسمها جزيرة ايه؟ شدوان. لا مش شدوان خالص، مفيش شدوان عندك خالص. جزيرة فرعون وجزيرة الزمالك والجزيرة التانية هنبقى نشوفها دلوقتي. توجد محمية وادي الريان في محافظة الفيوم. الأهرامات والمعابد من التراث الايه؟ الثقافي. العاصمة العريقة اللي بتعد أهم وأكبر المدن التراثية؟ القاهرة. توجد منطقة ايه في الإسكندرية وهي مهددة بخطر التآكل؟ أبو مينا. منطقة أبو مينا. معبد أنقذته اليونسكو من خطر التآكل بعد بناء السد العالي ومعبد أبو سمبل. أبو سمبل الكبير. أحد أقدم اسمها جزيرة فيلا يا أولاد. جزيرة فيلا. هنقول تاني جزيرة فيلا موجود عليها معبد إيزيس، وجزيرة فرعون موجود عندها قلعة صلاح الدين، وجزيرة الزمالك موجود برج القاهرة. عندنا كمان أحد أقدم الأديرة المصرية، دير إيه؟ سانت كاترين. يقع معبد إيزيس، أهي مكتوبة أنا جمعتها لكم، يقع معبد إيزيس على جزيرة فيلا، وبرج القاهرة على جزيرة الزمالك، وقلعة صلاح الدين على جزيرة إيه؟ فرعون. عند مسجد احمد بن طولون من التراث الايه؟ الثقافي ولا الطبيعي؟ الثقافي. انما محميه الغابه المتحجره من التراث الطبيعي. العوده للحياه بعد الموت اسمه البعث. انما الحياه الابديه التي لا موت بعدها اسمها الخلود. عندنا تم انشاء جامع عمرو بن العاص بمدينه الفسطاط في عهد الخليفه عمر بن الخطاب. يوجد المتحف القومي للحضاره في مدينه ايه؟ الفسطاط. الفسطاط.
عندنا كمان اذا اردت التمتع بالمناظر الطبيعيه الخلابه عليك بزياره مدينه شرم الشيخ. تم بناء برج القاهره على شكل زهره ايه؟ اللوتس. يرجع تمثال ابو الهول الى عصر الملك خوفو ولا خفرع؟ خوفو. خفرع. خفرع هو اللي عمله على هيئه ايه بقى؟ شكل راس انسان وجسم ايه؟ اسد. توجد منطقه مجمع الاديان في القاهره تقع محميه الغابه المتحجره في حي الايه؟ المعادي. يرجع حسن بابليون الى الحكم الفرعوني ولا الروماني؟ روماني. من انواع السياحه عندنا سياحه ثقافيه، سياحه ترفيهيه، سياحه علاجيه. عندنا مثلا احد مناطق السياحه العلاجيه الاهرامات ولا واحد سيوه؟ واحد سيوه. تعد زياره معبد الاقصر من انواع السياحه الثقافيه. المصدر الاول للعملات الاجنبيه هو النشاط الصناعي ولا السياحي؟ السياحي. عايزين نفوق مع بعض شويه ونركز. استضافت مصر مؤتمر المناخ كوب 27 في مدينه ايه؟ شرم الشيخ. تنتشر السياحه الترفيهيه في مدينه الغردقه على ساحل البحر الايه؟ الاحمر. الحفاظ على البيئه وموارتها من اهداف السياحه المستدامه، دي صح طبعا. صح. تسهم السياحه بنحو 12% من اجمالي حاجه اسمها الدخل الايه؟ القومي. خلاص قربنا. زياره معرض الكتاب يعتبر سياحه ترفيهيه ولا مؤتمرات ومهرجانات؟ مؤتمرات ومهرجانات. من الشوارع التي تم تطويرها في القاهره البحر الاعظم ولا المعز ولا بورسعيد؟ المعز. الحفاظ على المناطق الاثريه مسؤوليه الفرد والمجتمع، الكلام ده صح طبعا. يجب عدم استخدام ضوء الكاميرا في اثناء زياره الاثار والمتاحف. صح. المدينه التي اختارتها اليونسكو افضل مدينه للسلام هي مدينه ايه؟ شرم الشيخ. تضم مجمع الاديان جامع عمرو بن العاص والكنيسه المعلقه معبد اليهود. 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 يبقى فيها اسلاميه ومسيحيه ويهوديه. تسعى الدولة لإقامة متحف مفتوح في منطقة الأهرامات، طبعا الكلام ده صح، فده صفحتين اتنين بس. تم إنشاء أول خط هاتفي بين القاهرة والإيه؟ اسكندرية. استخدام الإنسان للتواصل قبل التاريخ الطبول، صح ولا غلط؟ صح. معنى عصور ما قبل التاريخ، أي ما قبل اكتشاف الإيه؟ اسكندرية. مصر أولى الدول العربية عربيا وإفريقيا في إنشاء مترو الإيه؟ وكمان السكك الحديدية بعد إنجلترا. يعني إحنا أول دولة عربيا وإفريقيا تنشئ مترو الأنفاق، وأول دولة عربيا وافريقيا برضه في السكك الحديديه بعد انجلترا. ارسلت الملكه حتشبسوت رحلتها الى بلاد ايه؟ مصر. باستخدام السفن. اخر صفحه تطوير الموانئ البحريه يساعد على تنشيط الايه؟ التجارة. المنطقه التي تقوم بحمايتها او المنظمه التي تقوم بحمايه التراث الطبيعي منظمه اليونسكو. اخر ثلاث اسئله. وسيله نقل دخلت في عهد الخديوي توفير السياره. ما أهمية النقل الجوي؟ نقل نقل البضائع سريع البلد، وأنه سريع أو ولكن من عيوبه إيه؟ ما أنه غالي الثمن أو عالي التكلفة. من موانئ البحر الأحمر حاجتين اتنين، أو من عين اتنين الغردقة والزجاجة، ومن موانئ البحر المتوسط حاجتين اتنين برضو والإسكندرية. دول كانوا أهم 100 سؤال في الدراسات للصف الرابع الابتدائي. تبتم في رعايه الله وحفظه وامنه. بارك الله فيكم فضلا وليس امرا. يسرنا انضمامكم لقناه متحف مصر التعليميه. شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.